ثم قال: ولا تدركه الأبصار. ولا تدركه الأبصار، تكلم العلماء في هذه الآية كلاما طويلا، حيث إن هذه الآية اعتمد عليها المعتزلة في القول بعدم جواز رؤية الله تعالى في الدنيا ولا في الآخرة، وقالوا إن رؤية الله تعالى في الدنيا ممتنعة وكذلك في الآخرة ممتنعة. فقلنا لهم لماذا؟ قالوا: لأن هذه الآية واضحة في نفي إدراك الأبصار له جل في علاه، ولا يمكن لإنسان أن يرى إلا بجهة ومقابلة، لابد أن يكون في جهة في مكان وهناك مقابلة حيث يقابل شعاع البصر الصورة التي يراها أو الشيء الذي يراه فيتمكن من الإبصار، وهذا كله لا يليق بالله جل في علاه، والله تعالى منزه عن ذلك. فهذه الآية قطعية في ذلك عند المعتزلة. قلنا لهم: فهناك أحاديث كثيرة تدل على أن المؤمنين يرون الله تعالى في الآخرة، نحن معكم يعني في الدنيا أن رؤية الله جل في علاه بالبصر في الدنيا ممتنعة، لكن رؤيته في الآخرة جائزة، والأحاديث تدل على ذلك. قالوا: هذه الأحاديث أحاديث آحاد، وأحاديث الآحاد لا يمكن أن تناهض نصا قرآنيا، فالنص القرآني قطعي، أما هذه الأحاديث الآحاد فهي ظنية. هذا كلام المعتزلة في هذا. واحتج أهل السنة عليهم بأدلة كثيرة، كقول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكقول الله تعالى: إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، إذن هناك المحجوب وهناك من يرى. فرد المعتزلة على كل هذه الإرادات بالتأويل، فقالوا: محجوبون يعني محجوبون عن رحمته، إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها ناظرة، أو ناظرة هنا بمعنى منتظرة رحمة الله. لكننا لسنا معهم في هذا، لأن السنة النبوية بأدلتها الكثيرة أثبتت ذلك. ثم إن هذه الدلالات القرآنية أو احتجاجهم بهذه الآيات ليس في محله، وهو تأويل خرج عن حد الإنصاف والاعتدال. ثم إن قوله تعالى: لا تدركه الأبصار، الذي احتجوا به على عدم رؤية الله تعالى في الآخرة، رد عليهم أهل السنة وقالوا: هذه الآية لا تقوم حجة على ما تقولون، فإننا لا نسلم أن الإدراك هو النظر، بل إن الإدراك هو النظر على سبيل الإحاطة، وهذا لا يمكن أن يكون أبدا، لأن الله تعالى لا يحاط به ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به شيئا. طبعا هذا أمر لا جدال فيه. فالإدراك هنا بمعنى الإحاطة والشمول، وقد تنزه الله تعالى عن ذلك، ولا يمكن لإنسان أن يحيط علما به جل في علاه، لا يمكن. أما مجرد الإبصار فهذا أمر لا شيء فيه. قالوا: إن الإبصار بالبصر أو الرؤية بالبصر يلزم منها جهة ومكان ومقابلة
وهذا منزه عنه الله جل في علاه؟ قلنا نعم، الله تعالى منزه عن ذلك، ولكن إذا كانت الرؤية ممكنة فيمكن أن تكون بدون كل هذه المحدثات وبدون كل هذه اللوازم التي هي لازمة في رؤية المخلوق، لكنها غير لازمة في رؤية الخالق سبحانه وتعالى. قالوا لكن أيضا قول الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار، الألف واللام هنا في قوله الأبصار إشارة إلى عموم الأبصار، فعموم الأبصار لا ترى. قلنا لهم ربما هذا العموم نعم يختص أو لا يلحق به أبصار المؤمنين في الجنة، فيكون من قبيل العام المخصص. واضح الكلام؟ هذه الآية فيها كلام يعني كثير. ثم إنهم قالوا أي المعتزلة إن أبصارنا أبصار فانية، فكيف يمكن للفاني أن يرى الباقي؟ يستحيل. فرد عليهم أهل السنة، ومن ذلك كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال أبصارنا فانية، ولكن إذا دخلنا الجنة بدلت الأبصار الفانية بأبصار باقية فيرى الباقي بالباقي. هذا من كلام الإمام مالك رضي الله تعالى عنه، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ثم إن طلب سيدنا موسى عليه السلام للرؤية فيه إشارة إلى أن الرؤية جائزة، ولولا أن موسى يعلم جوازها ما طلبها، فإنه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أنت لن تراني لأن الرؤية ليست لك، أنت لك مقام الكلام فأنت كليم الله، لكن الرؤية في حد ذاتها ليست ممتنعة، ولو كانت ممتنعة أصلا ما طلبها سيدنا موسى عليه السلام. المهم المسألة فيها أخذ ورد وكلام كثير، وهو كلام ممتع وفيه إعمال للعقل وتفهم للنصوص، ويمكن أن تعود إليه في الكتب التي تعتني بذكر هذه الأبواب في علم الكلام، مبحث رؤية الله جل في علاه. لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقولون، يعني لا نطيل فيها إنما نكتفي ببعض التوضيح. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير جل في علاه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى قال بعض الكبراء في كلام له، أي قال بعض كبراء العلماء بعض كبراء العارفين، قال بعض الكبراء في كلام له لم يسبقه قبل ولا يقطعه بعد. طبعا لم يسبقه قبل أي ليس له قبل وليس له آخر وليس له نهاية، لأنه سبحانه وتعالى الأزلي الأبدي، ولا يصادره من، أي لا يقال فيه صدر من كذا. هذا أوضحناه في اللقاء الماضي، أوضحنا معاني هذه الكلمات. طيب أوضحنا معاني هذه الكلمات. نعم. ثم قال رحمه الله ولا يفنيه بعد ولا يجمعه كل ولا يوجده كان، لأنه سبحانه وتعالى كان ولا مكان، سبحانه وتعالى كان قبل خلق المكان والزمان، وهو على ما كان عليه سبحانه وتعالى لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون، وأن لو كان كيف كان يكون،
وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو سبحانه وتعالى منزه عن أن يحيط به زمان أو مكان. نعم. ثم قال ولا يوجده كان ولا يفقده ليس ولا يستره خفاء. تقدم الحدث قدمه أي تقدم الخلق والمخلوقات قدمه سبحانه وتعالى وجوده، والعدم وجوده، والغاية أزله. إن قلت متى، إن قلت متى فقد سبق الوقت، إن قلت متى فقد سبق الوقت كونه. طبعا إن قلت متى كان الله، فمتى هذه تستعمل للزمان؟ أنت تريد أن تعرف الوقت متى كان، وتعرف المكان وتقول أين كان. الله تعالى وجوده يسبق الزمان ويسبق المكان، فلا صح أن تقول متى. نعم. إن قلت متى إن قلت متى فقد سبق الوقت كونه، وإن قلت قبل فالقبل بعده، وإن قلت هو فالهاء والواو خلقه، وإن قلت كيف فقد احتجت أو فقد احتجب عن الوصف بالكيفية ذاته، وإن قلت أين فقد تقدم المكان وجوده، وإن قلت ما هو فقد باين الأشياء هويته. طبعا الكلام ده فيه نفس الأين، فيه نفي الأينية ونفي الكيفية ونفي الماهية. خلاصة الكلام بينفي الأينية ليس له أين، وبينفي الكيفية وبينفي الماهية. يعني أولا فيما يتعلق بنفي الأينية، طبعا لا يسأل عنه بأين، لأن أين سؤال عن المكان، والله تعالى جل عن المكان. ويرد على هذا الكلام عند يعني من يقول بأنه يجوز السؤال عن الله تعالى بأين، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جارية فقال لها أين الله، قالوا فإذا كان رسول الله سأل وقال للجارية أين الله، فهل نتنزه ونحن عما لم يقله أو عما قاله صلى الله عليه وسلم ونقول لا يصح أن نسأل عنه بأين مع أن رسول الله سأل؟ أقول أولا ينبغي أن نقرر أن السؤال عنه أو أن الاستنكاف عن أن نفعل شيئا أو أن نقول شيئا قاله أو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا يصح أصلا. بمعنى كل ما قاله النبي صلى الله عليه وآله، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يسعنا أن نقوله وأن نفعله طالما ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم. يعني ما نجيش نقول إحنا إيه ننزه يعني بعض الناس يسمي الحجر الأسود الحجر الأسعد، مع أن الثابت في السنة أنه الحجر الأسود، فيقول يعني لماذا تنزه لماذا تقول أسعد بدل أسود؟ يقول أنزه الحجر عن أن أسوده فأقول أسعد، فنقول له لا يصح لك أن تنزهه عن شيء وصفه به النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يسعنا ما وسعه صلى الله عليه وآله وسلم. هو سماه الأسود ونحن نسميه كذلك الأسود، وهذا لا يضيره في شيء ولا يعيبه في شيء، والنبي قال بذلك صلوات الله عليه وعلى آله. فأنت الآن نقول لك لا تسأل عنه بأين، فتأتي وتقول إزاي بتقول لي لا تسأل عن الله بأين مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله قال
صلوات الله عليه وعلى آله للجارية أين الله؟ نقول أولا هذا الحديث جاء في صحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، واختلفت الروايات في هذا الحديث. ففي رواية أن جارية أراد معاوية بن الحكم أن يعتقها، فقال يا رسول الله أريد أن أعتقها وأريد أن أعرف هل هي مؤمنة أم لا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ فقالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وجاء في روايات أخرى أن الجارية كانت خرساء بكماء لا تتكلم، فالنبي أشار إليها بالسماء هكذا، فهي أشارت هكذا، ففهم الراوي من هذه الإشارات أنه قال لها أين الله، فهي قالت له في السماء، فعبر هو بقوله أين الله، وعبر بقوله في السماء عن الإشارتين الصادرتين من النبي صلى الله عليه وعلى آله والجارية. الحديث فيه روايات كثيرة، وهذه الروايات ربما يضاد بعضها بعضا، ففي رواية أنها بكماء، ورواية أنها تكلمت، في رواية أنها أشارت إلى السماء، وفي رواية أنها قالت في السماء، في كذلك بعض الروايات أنه قال هي مؤمنة، في بعض الروايات لم يقل هي مؤمنة. يعني الروايات وهذه الروايات يعني فيها تعارض، وهذا ما دفع بعض العلماء إلى القول بأن هذا الحديث مضطرب، فيه اضطراب في إسناده وفي متنه كما يقول المحدثون. ويمكن أن تراجعوا أيضا الكتب التي تعرضت لشرح هذا الحديث لتتعرفوا مذاهب العلماء وآراء العلماء في ذلك، وقد تكلم عنه سيدنا الشيخ محمد زايد الكوثري رحمه الله في تعليقه على الأسماء والصفات للبيهقي وفي عدد من مصنفاته بتفصيل، وردوا على الشيخ الكوثري بعض ردود، أيضا قرأت هذه الردود. والمهم الخلاصة أنه بالنسبة لي أنا، أن رأيي شخصي، أنني لا أميل إلى القول بضعف الحديث أو إلى القول باضطراب الحديث، إنما وربما يكون مضطربا، لكن أنا لا أميل إلى أن نجعل الرد على هذه الشبهة بتضعيف الحديث. فلنفرض أن الحديث صحيح وليس فيه اضطراب، كيف نرد؟ لأن مسألة الاضطراب هذه ما كان عندك مضطربا ربما يكون عند غيرك في نقده ليس مضطربا، ربما هو يوجه هذا الاضطراب توجيهات يعني يخرج من هذه أو من القول باضطراب الحديث. فأنا أقول لو فرضنا أو إن كان الحديث صحيحا فنقول إنه لا يأتي دائما في السؤال بأين، لا يأتي أو لا يراد في السؤال بأين دائما المكان، وهذا معروف في لغة العرب، فأين في الأصل يسأل بها عن المكان، لكن ربما يسأل بها عن المكان أيضا، كما يقال أين العالم من الطالب، أين السلطان من الرعية. وربما آتيك فأقول أين الله من قلبك أو في قلبك، يعني أين مكانته عندك. فلو قال لها صلى الله عليه وعلى آله أين الله، فالمعنى أين الله ليس مكانا، إنما أين مكانته عندك، هل تؤمنين بالله أو لا تؤمنين. فقالت في السماء، أي مكانته عندي عالية في السماء في أعلى مرتبة، فهو ربي وأنا أؤمن به. وضح الكلام الآن؟ إذن هذا توجيه حسن يمكن أن نحمله
أو نحمل عليه الحديث دون أن نلجأ إلى القول باضطرابه. ثم إن مسألة في السماء هذه أيضا لا إشكال فيها، وعندما يأتي إنسان يقول لك أين الله، فتقول له في السماء، هل يفهم من قولك في السماء، في السماء يفهم من قولك المكان والجهة؟ يفهم من قولك المكان والجهة، لأن السماء مكان وجهة. فلذلك إذا سئلنا أين الله نقول حيث هو الآن. ويمكن أن تقول في السماء من سما يسمو سموا، بمعنى على يعلو علوا، أي في غاية العلو. لكن في السماء على معنى موجود فيها حال فيها، هذا لا يصح. والصحيح أن الله تعالى موجود بلا مكان، لأن المكان للأجسام والمحدثات. أما قولك في السماء أي في السمو، في العلو، في غاية العلو، في غاية الرفعة، هذا أيضا من التوجيهات لهذه الكلمة، وهي كلها محتملة في اللغة، كلها محتملة في اللغة. وبذلك نحفظ أنفسنا من الدخول في معارك لا داعي لها، والكلام واضح، وتنزيه الله جل في علاه ينبغي أن نكون جميعا عليه. عموما اليوم أكتفي معكم بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم أبواب الفتح والقبول والتيسير، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يبارك في هذا المكان في كل من يحضر فيه من علمائنا ومشايخنا وطلابنا. ونسأل الله تعالى الزيادة من كل خير، ونسأله سبحانه وتعالى الفضل والمن والجود والكرم علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين، وأن يجعل بلادنا دار أمن وسائر بلاد المسلمين. ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.